قال وطريق عرض التوحيد على طريق المهرج محمد مصطفى عبد القادر. ده كذب ولا ما كذب؟ نحن على طريق محمد مصطفى في ردي قال على منهج محمد مصطفى. أوه شوف الفرق بين الأسلوب وشنو والمنهج. وهنا قال على أسلوب محمد مصطفى. مصطفى ده عليك الله ما من الظلم تصف به واحد من أخواننا الآن، ما من الظلم. مزمل أبو بكر شياب غيره، بس الثلاثة ديل أمسكهم، ما من الظلم تصف به واحد من ديل. يا أخي عملوا محاضرة في التخلص من رواسب شنو الدجال. تقال الدجال دمنه ما ياهو ذاته محمد مصطفى، وتكلموا في الأسلوب ذاته، تكلموا فيه والشغلة حصل فيها ما حصل. حفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله أعلم. طيب تجي بعد تقول على أسلوب محمد مصطفى، يا أخي ده ظلم. أسي أنا كان قلت لك على أسلوب فلان من أهل البدع، على أسلوب القرضاوي تبترضى؟ مصطفى ده بسبب الصحابة نحن فارقناه جملة وتفصيلا، حتى في الأسلوب حتى في المشي فارقناه. لو مشوا معانا ذاته كم نفر زيه بنطردهم طوالي، لو وقف واحد قدامنا ورانا زيه بنطرد. ما عندنا أصلح علاقة بتشبهنا بحمد مصطفى دي، ما عندنا بها طريقة نهاية. مصطفى يا أخي ده مخالفنا ظاهرا وباطنا، الدقين بهبشة وشغلات كثيرة. طيب وأسلوبنا مختلف من أسلوب محمد مصطفى، والمصالح والمفاسد اخواننا ديل بيراعوها. مزمل ده انا بنفسي دعيته سنار، جاي هناك قلت له المسجد ده ما بيقبل اسماء، عديل كده والدعوه ماشيه فيه، لو جبت اسماء شغله دي بتكيف. لما انتهى كلامه ما جاب ولا اسم، ده ما براعي المصالح والمفاسد. جاي هناك مسجد ابي بكر الصديق اتكلم فيه من غير اسماء، ما براعي المصالح والمفاسد. جمع شفرايات هناك والكلام ده ذكرناه، وابو بكر برضه هناك بغادي برضه يتكلم من غير اسماء في محلات، ومن محلات بنجيب اسماء. لو ما راعي المصالح والمفاسد مش مفروض الشغله كلها بس تكون كذي؟ يا اخي ده كلام شنو ذاته؟ زول بجيب الكلام ده من وين؟ لكن كما قال تعالى ام حسب الذين في ان ليله بملاك نصوص وبخدها في محلها ان شاء الله. ام حسب الذين في قلوبهم مرض الذي يخرج الله أبغانهم. ده كله بسبب الحقد والغل. أعماك صرت تتكلم بما لو حوسبت به لطأطأت رأسك. طيب نمشي قدام. قال الشباب ده عندهم فضايح وأنا ما قادر أطلعها، لئلا تتخذ الصوفية ذلك ذريعة للطعن في التوحيد والسنة. فضايح شنو؟ أتحداك طلعها طلعها، طلع فضيحة واحدة عند الشباب. ما عندنا أي فضايح ولا فضيحة واحدة، كذب كذب كذب. وإن قصدت بالفضايح الأخطاء أخرجها، إن أصبت الحق كان التراجع، وإن أصبت الباطل رد عليك باطلك. تاني في شيء؟ وين الفضايح؟ كلمات كذي زي برضو كذب علينا في حاجة بذكرها لك بعد شوية. طيب قال طيب بعدين من التناقض قال مزمل ده جاهل حتى في أصل التوحيد، وقال جاهل بالدين ذاته. قال أنا أدرت دعوة جاهل بالدين. بعد شوية قال بالله لله الحمد رددت على من هو أعلم منك أو منه وأكبر منه. أعلم ده اسم شنو؟ تفضيل. يعني في واحد عنده علم واحد شنو؟ أعلم. وقبليه قال شنو؟ جاهل. هسه ده ما تناقض؟ زول ده بتكلم كيف؟ زول ده مشى اليمن وجزاي والحاصل شنو؟ أنت ما وصلت دماجة والحاصل عليك شنو؟ طيب نمشي قدام. ما تستغربوا يا جماعة من الشدة، الرجل ده ما ظلم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب قال في الكذب، يلا تعال شوف الكذب، بديك أكثر من 10 كذبات لحسن عطاء الله. واحد قال دخلوا بعض القرى فأفسدوا. الكلام ده كذب ولا صدق؟ كذب. براكم بتوافقوني فيها. أسلوب محمد مصطفى كذب ولا صدق؟ كذب. كذب. اثنين. ثلاثة مزمن جاهل حتى في التوحيد.
ده كذب من غير مجاملة ولا صدق؟ كذب. طيب اجتمعتم على الجهل لبث الجهل، كلام ده كذب ولا صدق؟ كذب.